في هذا الكتاب الذي حاز جائزة كالديكوت الأمريكية بمرتبة الشرف لأفضل كتاب مصور للأطفال، سرد لقصة شاب سوري سخر طاقاته وإمكاناته لرعاية القطط في ظروف مأساوية عاشها في مدينته حلب قبيل تهجيره منها. محمد علاء الجليل أو رجل القطط، التسمية التي يحب، برز اسمه في حلب فترة الحصار والقصف في أثناء افتتاحه محميات لرعاية القطط، فكان إنساناً ملهماً يعطي دروساً في الرفق بالحيوان في أخطر المدن على مستوى العالم آنذاك. لم يمنعه التهجير بسرديته القاسية والمؤلمة من متابعة عمله، فنقل التجربة ذاتها إلى الشمال السوري وافتتح محميات وملاجئ للقطط والكلاب الضالة حتى وصل إلى مدينة الباب شرقية حلب وبدأ بعمله من جديد. وهي هوايتي من أنا صغير، يعني أنه أساعد هالقطط الصغيرة الحيوانات، يعني أنه أقاوية أو أطعمية أو حتى عندي بالبيت. لا يقتصر عمل علاء وزملائه على تهيئة الظروف الملائمة وتقديم الطعام وحسب، بل يعملون على تأمين رعاية كاملة للقطط والكلاب المصابة أو المريضة والتي يجلبها عن طريق بلاغات السكان أو يأتي بها أصحابها. الحيوانات بحس فيهم حنية أكثر من البشر الصراحة، يعني بلاقي حنية منهم، يعني ما بيأذوني أنا، هالحيوانات ما بتأذيني، يعني بلاقي منهم حنية إنه بيقربوا مني، بيحسسوني إنه بيحبوني، يعني إنه مشان أطعميهم دائماً بيكونوا حوالي هيك، بحس بحنية منهم. وإذا أردت أن ترحم الناس أرحم كل شيء غير الناس، يعني اللي بدي يكون فيه بقلبه الرحمة لهالحيوانات بدي يكون بقلبه رحمة لكل البشر طبعاً. يستعد رجل القطط لافتتاح منشأة على مستوى واسع بالتعاون مع جهات محلية تهدف لجمع جميع القطط والكلاب التي بات سلوكها عدوانياً على البشر، كي يعمل بمساعدة فريقه على إعادة تأهيلها وتقديم الرعاية لها. همام الزين، تلفزيون سوريا، مدينة الباب.